شوفي شوفي في حرامي تحتقوم حرامي لك لا تكوني شايفتي لك شي منام لا لا رجعي نامي رجعي لا عمل لك شفته نط من عالدرج صار بقدر بدي قوم لا قوة إلا بالله بدي اسمعك شبيك انت التاني هاتي ناولي الدرجة ليش شو رح تساوي نازل استقبلوا احسن استقبال روح انا لامك تعمل لنا فنجانين قهوه شاي احسن شاي لك خاص بدك شاي يا واطي روح هذا ضيف بدي اكرمه لانه جاي مشان يعترف بكل شيء ايه امشي على الدوله خليني اخذك روح يا رب الله لا يوفقك الله لا يوفقك يا رب خلاص الله لا يوفقك لا يوفق لي بعدها هون تشوف هون الا هو أمرك بدك تحكيلي بالطلطة السلام عليكم ليش سرقت المشربية ومين بعتك لعندي بأمرك مختار بأمرك احكي ولا شو يا ما شو بده يشرب والله لخليه يشرب الزهرمان البخاري اللي ينكت مصارينه استني علي لك شو استني علي يا ما وين رايحة خلص هلأ أبي بيتفاهم معه أنا اللي بدي أعرف شغلي معه طولي بالك أمي طولي بالك مشان الله خليني فهمك اللي أنا ما فهمته فهمني اللي ما فهمته لك هذا طلع مو حرامي يوه لكن شو طلع لك أخي
لك اختي هذا زكو، زكو هو اللي سرق المشربيه من بيتنا، بس جاي لعند ابوك مشان يعترف له بالحقيقه. ايوه لك اخي اللي بده يعترف بالحقيقه بينزل من على السطح لما بيفوت من الباب. حسب العاده حبيبتي حسب العاده. يلا هلا روحي سوي لنا كاس شاي ليستعوقني ابوكي. حاضر اخي حاضر. الله يستر ما يطلب عشا كمان، حراميه اخر زمن يا يامو ما بيصحى ضميرهم غير باخر الليل. روحي امي روحي روحي حاجه تحلل لي يامو. والله بخاف مشي معي. لك يلا روحي ماشي معك روحي. روحي امي روحي يا حبيبي. إذا كل حرامي بينزل على بيوت العالم بده يأكل ويشرب ويتعشى أكانت كل الناس اشتغلت حرامية. يا ربي دخيلك إذا صحي. يا ترى شو صار معك يا زكو؟ تأخر كتير تأخر. أخ على ما توقع الورقة بين إيدي وأعرف شو مكتوب بهالوصية ساعتها أنا بعرف شغلي معك يا مختار. أنت وأخي فكري. هيك لك أبو فارس بعتك لعند مني مش هتسرق مشربي الدغري مختار. لا يعني الواحد لازم يحكي اللي له واللي عليه. أبو فارس بعتني لحتى أسرق من عند منك ورقة. ايه وأنا قلبت بالبيت كله أنه لاقي هاي الورقة. ما لقيتها ما يعني. وانا طالع قلت لحالي مين حلوه بحقي انا يعني زكو وضروب طراح واطلع ايدي فاضيه من عند منا. قمت سرقت المشربيه. سرقت؟ لا سرقت المشربيه. مشربيه؟ لا مين حلوه بحقك بنوب اللي اشوف هلا وين المشربيه؟ بعتها مختار بعتها. ولمين بعتها لك زكو؟ للشاويش فكري. ولقيت غير الشاويش فكري تبيعها اياها؟ ايش بدي اعمل يا مختار؟ يعني طلع بوشي وانا طالع من عند منكم بالبيت وبايدي المشربيه. خفت يفكرني سارقها، قمت قلت له انه بدي بيعها. قام اشتراها. اي الله لا يعطيك العافيه. هيك لك انا يا ابو فارس عم تنظر فيني. والله يا بدك لقيمه. المشربيه مثل ما اخذتها معدة مني بدك ترجع عليها. شو بدي رجعها مختار؟ قال رجعها قال. صدقني هلا قبل ما اجي لعند منها شفته للشاويش وعرضت عليه ثلاث ذهبات مشان يبيعني المشربيه ما رضي. شنو عم يقول انه المشربيه طلعت لجد جده. يا الله يلحقك فيهم لكان. اسمعوا له مثل ما فهمتك المشربيه مثل ما اخذتها من عندي من البيت بدك ترجع لي له. والا وينك بخلي الباشا بيزات نفسه يعلق مشنقتك. فهمت؟ فهمت مختار. بس شلون؟ ماشي بتنزل لك لبيته وبتسرق وبترجع لياها وانا بوعدك اني استر عليك وما اقول انك سرقت شي من بيتي. وشو كمان مختار؟ فومنها لعطيك التلت ذهبات. ما شو قلت؟ تلت ذهبات؟ ايه تلت ذهبات شندي. ايه وانا بأمرك مختار بأمرك. خلاص اعتبر المشربية صارت عند منا. معناتها دق الحديد وحامي. هاي فرصتك يا زكو طالما الشاويش عم يحرز الحارة. قوم لشوف يلا. ايه أمرك مختار أمرك. وما بتنام الليلة إلا والمشربية عند منا. يلا أوعدناكو أودعناكو. بري عليك. سلام عليكم. روح يلا يلا. الله لا يسلم فيك ولا عظمي في أهلي خلاف صورك. خليك على ما انت لارجع من المهمه تبعي. اوعك تتحرك من مطرحك. اخ ايمتى رب العالمين رح يجبر بخاطري ويرزقني هالصبي؟ شوف حالي في قدام كل اهل الحاره وكل الناس تندهلي يا ابو عبد الرحمن.
اخيرا رجعتي لي. لحظة، كل هالمشاكل من تحت راسك؟ اي والله مالك محرزه. محتار انا كيف بعيش، ضايع بين كيف و